انا بعت لك عشان فلوس الدكتور اللي انت دفعتها الصبح. فلوس ايه يا ست زمزم؟ مش تشتميني بالذوق، احنا اولاد اصول برضك. اشتمك لما اشكرك على اللي انت عملته، بس انا ما شكرتكش عشان مفيش شكر ما بين الاخوات والجيران. انما الفلوس اللي انت دفعتها دي حق ورد الحقوق واجب. لا مفيش حقوق، الفلوس اللي انا دفعتها دي كانت دين قديم للمعلم وخلاص انا سديته. دين قديم؟ هو انا ابويا لما وقع ومحدش منطق في القهوه لما كنت انا محبوس، مين اللي وقف معاه وده المستشفى وطببه؟ ولما الله يرحمه وسلم الامانه، الله يرحمه، مين اللي سطر في تربته ووقف في عزاه ولا كان انا موجود؟ محسوبك شواف يا دكتوره، وسيبك يعني من النار اللي بيني وبين المعلم ده، في الاول وفي الاخر اخويا الكبير، وعايز اقول لك بقى انه ليه في كل بيت في المنطقه دي واجب.